السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم معايا بسفر جديد كما عودتكم دائما. سفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق الوطنيه اللي كتربط بين تيداس والمعازيز. المسافه ديالها 23 كيلومتر حوالي 20 دقيقه من السياقه في الظروف العاديه. طريق مصلوحه، السياقه عبرها مريحه وكتحتوي على مناظر طبيعيه ساحره، خصوصا اننا في فصل الربيع. راه هي كلها منعرجات كتستوجب الحيطه والحذر اثناء السياقه. نتمنى يعجبكم فيديو، اللي كيشوف فيديو اول مره يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. ويلا تسافروا معايا. Thank you.
Thank you.